دخان كثيف من المدينة بعد استهدافها بالسلاح الكيماوي. من جديد استخدم النظام الغازات السامة المحرمة دوليا في مدينة دوما بريف دمشق. ناشطون أفادوا أن أكثر من 400 شخص أغلبهم من النساء والأطفال تعرضوا لهذه الغازات، الأمر الذي أدى لظهور حالات إغماء وإقياء وغياب عن الوعي، حيث تم نقل المصابين لأقرب مستشفى ميداني لتلقي العلاج على الرغم من النقص الحاد في الأدوية اللازمة لعلاج هكذا حالات. المركز الإعلامي السوري قال أن قوات النظام استهدفت كذلك مدينة عدرا بقذائف تحمل مواد كيماوية، ما أسفر عن إصابة 30 شخصا تم نقلهم للعلاج وكانوا يعانون من مشاكل في التنفس إضافة لحالات الاختناق وفقدان الوعي. كنا واقفين عم نصلي، أنا شميت ريحة مثل ريحة الكبريت، وقف الصلاة قلت له إنه في كيماوي ضروري، صرت أعيط من في كيماوي، رحنا لبسنا كيماوي، كنا واقف الصلاة لبسنا كيماوي. وين المنطقة بس كانت؟ بعد البلد نقطة طبية نحن. استهداف مدينتي دوما وعدرا بالغازات السامة لم يكن المرة الأولى، فقد استهدفهما النظام منذ 3 أشهر مضت عند فشل قواته في اقتحام المدينتين، ما أوقع عشرات المصابين من المدنيين. أما بعد أن يظهر الإرهاب ويبدأ بالتخريب والقتل والتدمير وينتشر، فلا حل مع الإرهاب سوى أن يضرب بيد من حديد. وليس ببعيد عن عدرا ودوما، فرئيس النظام بشار الأسد يستقبل على مأدبة الإفطار وقبل ساعات من تلك الأحداث عددا من مواليه والمصفقين لتحدث لهم عن عزيمته في القضاء على الإرهاب ومنجزات ما قامت به قواته خلال عامي الثورة. البطولة يعني هي حالة رمزية، لو أردنا أن نبحث عن رمز لوجدنا صعوبة، لأن الرموز كثيرة. أسلوب حديث تكرر في كل خطاباته التي خرج بها لم يضف شيئا، إلا أنه توعد بمزيد من الموت، مزيد من التدمير، وبداية كانت دوما.